كيف تكون فوق أي اعتبار؟ أنا ما أعرف قديش حكيت. بعد توقف دام لثلاث سنوات عادت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لتحيا من جديد على أمل التوصل إلى حل نهائي طال انتظاره، حل يحقق أمل الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. ولإلقاء المزيد من الضوء على سير هذه المفاوضات والتحديات التي تواجه الطرفين، نستضيف كبير المفاوضين الفلسطينيين السيد صائب عريقات. مرحبا بك في يورونيوز. أربعة شهور تقريبا مرت على بدء هذه المفاوضات، هل هناك أي نتائج ملموسة تم التوصل إليها حتى هذه اللحظة؟ لا أستطيع الحديث عن نتائج ملموسة، خاصة وأنه منذ أن بدأت المفاوضات في 29 تموز يوليو الماضي كان هناك سلوك تفاوضي إسرائيلي خارج طاولة المفاوضات، تمثل بقتل 31 فلسطيني بدم بارد، بطرح عطاءات لبناء 5992 وحدة استيطانية وهو 3 أضعاف النمو الطبيعي في نيويورك، هدم 209 بيوت ومنشآت فلسطينية، اعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وطرح قوانين لتقسيمه، ارتفع إرهاب مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين بنسبة 41%، وبالتالي يعني وشدد الحصار على قطاع غزة. كل هذه النمطية في السلوك الإسرائيلي كانت تدل على شيء واحد، إنه هذه الحكومة الإسرائيلية كانت مصممة على تدمير المفاوضات. تصريحات أخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها أنه لن يوقف الاستيطان ولو لساعة واحدة، فكما يبدو هو أن الوفد الفلسطيني هو يفاوض تسيفي ليفني وليس الحكومة الإسرائيلية. لا يعني هناك حكومة إسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية بمجموعة تتحمل مسؤولية المستوطنات. رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفعل هو اختار المستوطنات وليس المفاوضات، هو اختار الإملاءات وليس السلام، وبالتالي الحكومة الإسرائيلية كاملة تتحمل مسؤولية الأزمة التي وصلت والمأزق التي وصلت إليه عملية المفاوضات. أبرز النقاط الخلافية بينكم وبين الجانب الإسرائيلي؟ لا أستطيع الخوض في تفاصيل المفاوضات، ولكن أقول لك يعني ما أسس له الشرعية الدولية، ما أسس له القانون الدولي واضح ومحدد، لا معنى أن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، لا معنى، لا يمكن أن تكون فلسطين دون أن يكون قطاع غزة جزء لا يتجزأ منها، هذا البحر المتوسط، هذه استراتيجية، هذه شراكة كاملة، هذا شعب واحد ووطن واحد، لا يمكن، لا يمكن أن تنهي الادعاءات وتنهي الصراع دون حل قضية اللاجئين استنادا للقرار 194، لا يمكن. إذن ما هي الخيارات المطروحة أمامكم في حال فشل هذه المفاوضات؟ الآن فلسطين تستطيع أن تدخل عضوية 63 منظمة بروتوكول وميثاق دولي، نعم بما فيها مواثيق جنيف الأربعة وبركات إضافية، بما فيها فيينا، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، والذي يخشى من المحاكم الدولية عليه أن يوقف الجرائم، عليه أن يوقف ارتكاب الجرائم. رابعا نحن نبني أكبر علاقات دولية ممكن الآن مع الاتحاد الأوروبي لتجفيف مستنقع الاحتلال الاستيطان ومع أمريكا اللاتينية، ونسعى في البعد الخامس من استراتيجيتنا إلى تحصيل أكبر عدد ممكن من دول الاعتراف بدولة فلسطين، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، أنه كما نضع نحن استراتيجية يضع نتنياهو استراتيجية. ما هي استراتيجية نتنياهو؟ تقوم على 3 ركائز. هو يريد سلطة فلسطينية بدون سلطة، هو يريد احتلال إسرائيلي بدون كلفة، وثالثا هو يريد إخراج قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني. كسر هذه الاستراتيجية يعتمد على المصالح الفلسطينية أولا، وكما قلت إن لم نساعد أنفسنا في هذا المجال لن نساعد نحن، وعليه ندرك أنه الآن فلسطين تستطيع وستعمل إذا ما أفشل واستمر في إفشال المفاوضات، ستعمل على الالتحاق وطلبات الانضمام لجميع المنظمات الدولية 63 بما فيها محكمة الجنايات الدولية. ما هي الأسباب التي تدفعكم حتى هذه اللحظة إلى عدم الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل؟ أساس في هذا المطلب هو يريد مني أن أعترف أن هذه الأرض يهودية، هذا كلام لا أقبله على الإطلاق، أن لن أغير تاريخي، لن أغير ديني، لن أغير حضارتي. ظروف السياسية الآن قضية وطنية، هناك قانون دولي قال دولتين على حدود 67 قبلنا بذلك، ولكن لن نقبل
تحت أي ظرف من الظروف أن نغير تاريخنا وديننا وحضارتنا وتراثنا وانتمائنا على هذه الأرض، ولن نقبل تحت أي ظرف من الظروف إسرائيل كدولة يهودية. جرى الحديث عن تبادل للأراضي ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل مقابل الإبقاء على بعض المستوطنات في الضفة الغربية، هل قبلتم حتى هذه اللحظة بهذا المبدأ؟ جرى حديث حول تبادل أراضي طفيف بالقيمة والمثل، ودعني أقول لك ما يلي. نحن موقفنا أنه في حال اعترفت إسرائيل بدولة فلسطين على حدود 67 نستطيع الحديث عن هذا الموضوع. تبادل الأراضي بين الدول أمر شأن سيادي لكل دولة. هل هناك أي ترتيبات أمنية برعاية أمريكية تجري تحديدا بموضوع الأغوار؟ هذه حدود أردنية فلسطينية، وحال استكمال إسرائيل انسحابها تدريجي، كان انسحاب تدريجي سنتين ثلاثة واستكمل، لن يسمح ببقاء أي إسرائيلي على حدود شرقية أو غربية أو ميناء أو معبر أو مياه إقليمية أو أجواء في السماء. هذه دولة فلسطين نجزت الاستقلال كاملة السيادة. إذن لا يمكن أن تقبلوا حتى بوجود قوات دولية؟ لا يمكن، لا، قوات دولية أهلا وسهلا، نحن لا نرفض القوات الدولية. القوات الدولية في حالات السلام تأتي إلى مناطق مختلفة في العالم، موجودة في كل دول العالم. ماذا لو تم الاقتراح أيضا وجود قوات دولية في القدس؟ ليش القدس؟ ليش القدس الاستثناء يعني؟ القدس أرض محتلة تماما كرفح كخان يونس كأريحة، إذا كان فيها خصية الأماكن الدينية المقدسة هذا شأن سيادي للدولة، ولكن هذا لا يعني أن القدس تختلف عن أي بقعة محتلة منذ عام 67 وفقا القانون الدولي، مثلها مثل الجنان العربي السوري المحتل، ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، مثل أريحة، مثل الخليل، مثل أي منطقة. وبالتالي الحديث عن خصوصية هنا وهناك هذا الأماكن العبادة والديانة والأماكن المقدسة هذا شأن سيادي للدولة، لكن القدس بحدود 67 وهي 6 كيلو متر مربع زائد 4 كيلو متر مناطق حرام، هذه مناطق محتلة ينطبق عليها القاعدة جواز احتلال الأراضي غير بالقوة. كبير المفاوضين الفلسطينيين السيد صائب عريقات، شكرا جزيلا لك.